طبعا مش هيكون افضل من ان احنا نسمع من الناس اللي موجوده على من اهالي قريه سيرسو. قعدت 14 سنه في الجيش وخدمت اليمن، وقالوا لي ارض ولا وظيفه؟ قلت لهم لا ارض، لان انا راجل فلاح لا بعرف اقرا ولا ادوني الارض. بعد ما ادوني وكرموني بالارض وقلت لهم انا بالطرد وجري في الخطاب وخدوها مني بالعافيه. يعني ظلم وحرام. انا كنت اتعامل مع اسرائيل وما اتعاملش مع مصر. انا ما حدش حاجه، ولا عندي اي موظف، ولا حد مننا عنده اي موظف، ولا من طول احنا عايشين باللقمه اللي احنا بناكلها، كنا عايشين منها من الارض، واصبحت الارض مش معانا. واخدها بالعافيه، خدها بالعافيه وبالضرب وبالبهدله، وجرينا في القطار وجرينا في القطار الشرطه، وما خلوش وهنزحفشكم من بيوتكم وهنعمل فيكم واللي هينزل هنكسر رجله، وعملوا فينا عمايل ما تعملش. واولادي الاربعه كل يوم البوابه في القطر من المراحل بتوع الطرف، سعيد عماره واحمد شبانه واحمد راشد، واللي حواليهم بقى كلهم. نروح فين؟ نيجي منين؟ يعني احنا عاوزين تشوفوا لنا حل في الموضوع ده. انا استجدت اربع ايام في مركز طرخ مع اللي محبوسين اللي قبل جوزي واللي سلمى جوزي واللي كده قد نايمه طول الليل افتحي الصحيه طول الليل. احنا عاوزين امال احنا كنا بنقول بننتخب لاهي الرئيس ونقول الرئيس جمال عبد الناصر طلع من الترب. اطار الرئيس مش هيعمل لنا حاجه. ده كانت اللي بتيجي تتكلم بعضها تشدها بالرجل كده يوقعها في الانال. ده انا عندي 70 سنه خدني من رجلي وقعني في الانال. نعمل ايه يعني؟ يعني خانوني يوم الحرب وقال لك هتروحي تمضي هنطلعلك ابنك الواد اهو سند محمد ابراهيم مصطفى. رحت مضيت اجباري علشان يطلعوني. سابوه 6 ايام بعد ما مضيت في قلب المركز. رحت لاحمد شبانه دي بقول له اما تكون الام تفضل من جناحها قال من عينيا يا حاجه بس انك مش طالع النهارده. والفلاحين ارضهم ديت احنا عارفين الارض دي بتبقى ايه بالنسبه للناس ديت وبالنسبه ليكم، واحنا واثقين ان القضيه ديت انتوا مش هتسيبوها. ولو كانوا والفلاحين اخطر ناس على النظام، لان الفلاحين ما حدهمش غير الارض فمش مش هيسيبوها. ولو كانوا الفلاحين بيسيبوا اراضيهم كان اولى ان الفلسطينيين يسيبوا ارضهم لليهود من زمان، لكن لغايه دلوقتي الفلسطينيين ما سابوش ارضهم لليهود. فانتوا مهما طال الزمن مش هتسيبوا ارضكم للناس دي، مش هتسيبوا حقهم، ومش هنسيب ارضنا رحمه طويله اطول من الدنيا. وولادكم من وراكم مش هيسيبوا ارضهم ولو القضيه طالت، واحنا موجودين وبرضه احنا مش هنسكت. احنا هدفنا ان صوتكم يوصل للناس. اللي خد منكم ارضكم هو نفسه اللي ساكن زمايلنا، هو نفسه اللي ساكن زمايلنا، هو نفسه اللي قتل اخواتنا، هو نفسه اللي عمال يخرب ويعيش في البلد فسادا بقاله فتره طويله قوي. انتوا انتخبتوا السيسي المفروض علشان انتوا فاكرينه جمال عبد الناصر التاني. انتوا دلوقتي عرفتوا ان جمال عبد الناصر مات ومش هيجي تاني. المشكله كلها في السعيد عماره رئيس مباحث محافظه التهليل. قال لك كل الاحكام اللي معاك بالله واشرب ميتها. طب ازاي يا سياده اللواء؟ انت كنت فين وعبد الناصر كان بيتنازل ارض والناس جايه بتحارب؟ انت كنت لسه في سته ابتدائي وكنت انت ولا احمد شبانه ولا اي مسؤول امن الاهلي؟ فاحنا انتخبنا السيسي والشعب كله انتخب السيسي وطلبنا في 30/6 نزلنا 24/7 نزلنا الارهاب وفوضنا. احنا بنقول له يا سيسي لو ما انتش قد المسؤوليه سيبها، لو ما انتش قد المسؤوليه سيبها. نناشد مين؟ احنا الوقت اتحركنا كل الابواب وسلكنا كل الطرق الشرعيه. ده بنروح فين يا جماعه؟ كل الاحزاب اللي واقفه معانا في سنتين بنقدر لها كل الشكر والاحترام. طب هنروح فين؟ حاولنا نشتغل بالعافيه قبل ما تفكر تعمل اي حاجه. التقمت لفالح 5 6 اوام يعني يوم التنازل لما خدوا اخونا سنه من حاجه سنه ايه؟ قالوا له حاجه من الثلاثه. الموبايل معاك اهو. ده احنا مش في امريكا بقى عشان يبقى السجين في ايده موبايل. قال لك الموبايل معاك واتصل بالفلاحين. يجوا يتنازلوا عن الارض يا تختار لك قناه من الثلاثه. يا قضيه اخوان مسلمين، يا قضيه سلاح، يا قضيه بطل. دي ام وجنيه حته من كبدها راحت اتنازلت. اتنازلت عن ايه بقى يا سياده الحاج الدهوت؟ المستشارين ومحامين الفريق المصري وموظف الشارع العقاري الحرامي اللي عمل التنازل، يقول لك بتتنازل عن الصيغه التنفيذيه للحكم بتاعه 2007 3238. طب انت عايز تنزل عنه ليه؟ لما انت عايز لما يقدر.
ومن الاخر رساله رئيس الجمهوريه نفسه اللي مش عايز يحل الموضوع، وكل المسؤولين في التاهليه وعلى مستوى الجمهوريه ال 44 فدان بتوع قصور عباره عن حاجه واحده بس، هي مقبره للفلاحين، مقبره للفلاحين، مفيش خيار تاني، يا موت يا موت. وشكرا. انتوا خدتوا عرضكم يوم 28 يناير 2011 مع الثوره المصريه، وان شاء الله يعني احنا بنتمنى يعني واحنا متخيلين ان انتوا عرضكم ديت انتوا هتاخدوها تاني باذن الله. بس الراجل ده واحنا بنكلمه وبنتفق على المؤتمر دوت قال كلمه حلوه قوي، قال عايزين نعرف الناس قضيتنا علشان لما نروح ناخد ارضنا تاني الناس تبقى عارفه احنا عملنا كده ليه. وده اللي احنا بنقوله ان احنا عايزين صوتكم يوصل لكل الناس. انا ابويا قاعد في اسرائيل سنه ما تعذبش العذاب ولا شاف البهدله اللي شافها من مباحث مركز طنطا. اسرائيل هي معتقل اليهود قاعد فيها سنه. ما تعذبش العذاب ده كله ولا البهدله دي. لما يخش قدام الشرطه عنده 20 سنه يشتموا ويسلوك قدام عياله. احنا قعدنا اربع اشهر يبات في القطار. وحريمنا بقت فتح عليها بيوتها وهم نايمين في اوض نوالهم وبملازمهم الداخليه وتعرضوا لكل شيء بقصد من مباحث مركز طنطا.